قتلهم هذول فين راح هذول؟ لازم افجر الباب انا. شيطانكم حتى ادقدق الباب ما حد يرد علي قاعد ايش بكم انتوا رامين والمغرب دحين ادل كيف نفطر انا كذا 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 امشي كذا كذا ديلو يمشي كذا كذا ديلو ها بسم الله خالد وي لا ستوب ستوب ترى سوينا صح الفطور نحن لكن من الاساس نحن مسوين تحدي مبالغه بان بان ذكرني بها يا ولد نسيتها خالد لعبة موبايل ليجند أشهر لعبة في العالم وصلت عدد تنزيلاتها أكثر من 1 مليار يعني في الأرض كلها 1 من 7 أشخاص يلعبوا شكله موبايل ليجند خالي اللعبة هذيك اللي فلة مري فلة اللي لعبوا 5 أشخاص ضد 5 أشخاص يحطوهم كذا في ماب وفي أبراج واللي يدمر برج ثاني هو الفايز ذكرت هاللعبة يا ولدي يلا خالي نتعاون نسحقهم حنلعب واحد جيم واللي ياخذ المركز الأول وياخذ أفضل أداء MVP هو اللي ياخذ هذه الوجبة وهذه المركز الثاني وهذه المركز الثالث وهذه المركز الرابع خالي انا بختار شخصية عكاي هذاك الدب الباندا عشان نشبه لك وانا بس راح اختار روجر ابو ذاك اللي شايل قدايف على كتفه ويفتك فيهم فتك وانا صراحة ابو جونسون هذاك اللي يتحول على شكل سيارة وانا اخترت فالير عشان احرقهم بالنار مرحبا بك في موبايل ليجند انا جاهز ياخذ الباندي دخلت واحد الحمد لله كويس حناخذ ذا يا سلام شوف كيف شكله الله انا المركز الثالث يلا تسد الجوع اهم شيء وانا المركز الرابع قدم نقول بسم الله بسم الله يفترك مويه اشرب طيب على طول يا تمره يا مويه اي صح والله ذهب الضمان ثلاثة العروق وثبت الاجر ان شاء الله بسم الله فترك حس ريحة فمه طالع أكثر من الفخطة موبايل ليجند بانج بانج سووا لكم حدث رمضاني IG انضموا معنا لهذا الحدث رابط الحدث موجود تحت الوصف حملوا اللعبة تلقوها فين عبد الرزاق في أسفل الوصف ايوه ايوه تحت البو تحت فترك ارحم نفسك هدي اللعب شوية طيب ايش بك نزلها مجانا مواجهة الأبطال MLBB يلا يا واد انت هو رايح ندر الزكاة نظف البيت عبد السلام عبد الرزاق عباس بكره عيد اباكم تمسحوا البيت مسح ما ابغى يوسخ في الارض سامع في الخالي بكره عيد يقول عيد بكره والله متحمل ابشر نمسح الدنيا ما عليك ابوي ما عليك عم بكره تبيها والشاشه اللي في الغرفه هذه مسحوها ونزل اخت على تحت مين رفع الشاشه على فوق كده نزلها سامع سمعت مفاجئ انت سمعت ايش اقول انا نظف سائل اخوانك تقعد سامع ولا ما سامع ايه والشاشه ايه تسويها لا تسويها ما هي تسويها انت تسويها ايه تسويها اصغر مني انت تسويها تسويها يلا والله فكر يلا انفض البيت او بخره وظبط الشغل خالي فين رايح تستهبل من اول قاعد اتكلم فين بيطلع الزكاه عبد السلام اه رز خالي جيب لي بالله خاشه واحد في رز كده حطه على جنب شكله رز في رغبتك يفترك انت شكلك زخيش الرز رايح برضه انا ادري منك رز الحين والله جاب عليك لا لا خالد غلطان انا نحيف ما يدبه هذا كله مدبه ايوه العشر الاواخر الحمد لله نص حبه سمبوسه قصده نص السمبوسه والله من جد لا لا هو نحيف خالد نشوف
التوب هو اللي راح يحكم ان شاء الله. اشيل القمامه هذه كمان بالعفوانه حقك. ما عليك انت تشيلها. ما عليك اشيل كل شيء. ما حتاخر انا حق ساعه كذا ساعتين واجي. حترجع حتلقى البيت ممسوح بس عن بكره تمين. قبل ما امسحك الحين وين اقول لك؟ هيا بسرعه. يلا لحظه يا توي. إزالة المسح التام. ايش تسوي؟ وش فيك؟ هي انت ايش بك؟ ابوي قال نظف البيت مو تشيل البطرمه. لا يا غبي ترى ما حد يعرف كلام خالي الا انا. خالي قال امسح مسح مسح. عبد الرزاق ايش تعرف المسح؟ تعرف المسح درسناه احنا. ايش بك انت؟ هو ازاله كل شيء على سطح الارض. ها قلت لك قلت لك كم مره قلت لك يا ابوي تعرف من فين جايبينه؟ ها تعرف المسح نفسه صح عبد الرزاق؟ نفس تعرف خالي. يلا ازاله كل شيء. يلا يلا الحرج شاشة. اوه صح هو قال مسحوها بعدين نزلوها. صح عادي نحن نزلناها الحين خليها في مكانها. حلو بعدين روح جيب مناديل نمسحها ونلمعها عشان خالي يتفرج وهو ماخذ راسه ما يحتاج يرفع راسه كذا. ابوي ما قال ارموها كذا. انت ايش عرفك؟ خالي انا افهم اكثر منك. ابوي قال نزلوها. هذه نزلناها ايش سوينا احنا؟ جيبها منديل. يلا مسح مسح. يا ليلة العيد انا يفترهم ولا بخروا البيت ولا شيء. بكره عيد الناس قاعده تبخر بيوتها وترجلك بالمويات وريحه بيتنا سمبوسه. بسم الله الرحمن الرحيم ايش يسووا هذول في البلد؟ يا ولد كان في كنب هنا فين راح؟ بسم الله وبرده المويه فين راحت؟ يا ولد هذول ايش يسووا هذول في البلد؟ عبد السلام ابوي ايش في ابوي؟ ايش في خالي؟ بالله ايش رايك؟ مسحناها مسح زي ما اتفقنا زي ما قلنا. يا ولد انت صاحي انت هو الباطرمه فين راحت؟ ما شلناها ودي الحراج عشان نزبط شغل. وشوف خالي نزلنا لك الشاشه الحين ما تقدر تطالع كذا. كسرتوا الشاشه؟ لا شفناها ابوه شوف كيف مكسوره الحين خالي تفرج تفرج كذا. خالي زعلان مننا عارف ليه؟ مشان ما بخرناه البيت. يا ولد مش بخرنا يلا خالي خالي لكم ما حتكونوا هنا ان شاء الله. ابا يدخل يعني زعلان خالي بس عشان ما بخرنا زعلان كله منك كله. طيب انت قاعد تسخن خالي ابخر لك احلى بخور ولا تزعل يا قلبي خالي. يلا واحد اثنين ثلاثه احسن بخور في التاريخ للناس ما تعيد الفطر المبارك. كل عام انتم بخير يا متابعين وعساكم من عوانا ان شاء الله. فجر هذا الفيديو لايك. ترى متابعين ترى الشاشة الأصلية هذه مو الأصلية هذه خربانة بس احنا رميناها في الأرض الحين نسوي زينا. جيبه مظبوط. شنو نقول؟ أنت بس غمز وخلاص. أشهر كذا أشهر. غمز بس خلاص. يلا بس على ضحك. يلا 3 2 1 أكشن. فرح خالي تستهبل. هو منو اللي قاعد يتكلم فين بيروح قال؟ ايش بسوي؟ ايش بروح الزكاة عشان؟ طلع الزكاة. رز خالي أعطيني واحد رز خليه على جنب. لمج والله بسنت خالي. قولوا لي تصلا زي كسر رز شكلك ما انت خالي مو بهنا استخرج الزكاه.